نبدأ جولتنا في الصحف العربية من مصر، حيث أشارت الشرق الأوسط إلى أن القارة الإفريقية بدأت تشهد موجة ثانية من فيروس كورونا أكثر فتكا من الموجة الأولى، بينما تنشغل دول العالم بحملات اللقاح ضد الفيروس والتدابير لمكافحته بعدما تجاوز عدد ضحاياه 2,075,000 واقتراب عدد مصابيه من 97 مليونا. ونقلت اليومية عن مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الإفريقي قوله إن الموجة الثانية من وباء كوفيد-19 تبدو أكثر فتكا في إفريقيا، حيث يتجاوز معدل الوفيات في القارة المتوسط العالمي. وفي الإمارات كتبت صحيفة الخليج في افتتاحيتها أن يد الإرهاب الغادرة أدمت مجددا قلب بغداد عندما تسلل انتحاريا إلى سوق شعبي بالقرب من ساحة الطيران ليسقط أكثر من 140 قتيلا وجريحا في حصيلة ثقيلة من الضحايا أعادت إلى العاصمة العراقية ذكرياتها المرة مع التفجيرات الإرهابية. وفي قطر وصلت الصحف اهتمامها بتنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن وأدائه لليمين الدستورية، حيث أشارت صحيفة الشرق إلى أن الرئيس الجديد أدى اليمين وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة في واشنطن ليكون الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية. ترى الصحيفة أن الاهتمام الداخلي في الولايات المتحدة وفي العالم بأكمله بهذا التنصيب ليس فقط لأهمية الولايات المتحدة ودورها القيادي وانعكاس ذلك التأثير على كل التحديات في العالم، وإنما كذلك بسبب الجو المشحون والانقسامات التي خلفتها الانتخابات داخل البلاد.